الفائز برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية الكابتن سرمد عبد الإله يؤكد: سأرد الدين لمن منحني صوته. هي مزيد من الآلام انجمعت خلال السنتين الأخيرة، والإقصاء والتهميش كان صعب صراحة، فالحمد لله والشكر أنه الجمعية العمومية عادت ثقتها بسرمد عبد الله، وهاي أمانة في أعناقنا. إن شاء الله أرد الدين ونخدم الرياضة العراقية بكل أمانة وكل صدق، ونخلي الجمهور الرياضي والشارع الرياضي راضي عن الحركة الرياضية إن شاء الله. شنو اللي تعد الجماهير بتقديم؟ أنه نعمل بشكل صحيح، نعمل بعملية إعادة وتنظيم الرياضة، محتاجة الكثير من الجهود، محتاجة قوانين، محتاجة تشريعات، محتاجة تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، محتاجة الإيثار، محتاجة الكثير من أجل أنه نعيد بناء الرياضة، لأن أكو هناك حالة فوضوية في العمل الرياضي، لذلك يجب تنظيمه بالبداية، البدء بفئة الناشئين، بدعم هذه القطاعات، تنظيم الحركة الرياضية بالأندية، الكثير من الأمور نعتقد أنه نحتاج أن نبذل بها جهد، وإن شاء الله ما راح نقصر بهذا. وقع أنه يتم الطعن بالانتخابات بقضية الموجودة القضية بالاتحاد الدولي على شخصك؟ ما أعتقد أنه هي أثيرت هذا اللغط لمدة أكثر من سنتين، وأعتقد أنه جميع الجهات القضائية وأيضا الاتحاد الدولي ردوا هذه الطعونات، والحمد لله وشكر أيضا اليوم اللجنة الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات بالإجماع يعني شافت أنه الأمر ما يستحق الذكر.